يعطيكم العافية. السلام عليكم. زي ما وعدتكم انا راح افتح مجموعة من الاقفاص، قلت لكم راح افتح مجموعة من الاقفاص وورجيكم اياها. عندنا هذا القفص قفص عرض لكناري لحسون، قفص مسكر بسقف زي ما احنا شايفين، معاه قاعدة زي الواحد بده يشتري مع قاعدة او بدون قاعدة. بدون قاعدة القفص هيك، ومع القاعدة هاي القاعدة زي ما احنا شايفين، قاعدة متحركة بتلف زي ما بدك، ممكن تلفها هي والقفص زي ما احنا شايفين هيك، بتلفها مع القفص هيك، بتلفها هيك. في عندنا هذا القفص برضه موجود. طبعا المعالف زي ما شرحت لكم، كل المعالف الايطالي الجديده بتيجي بالشكل التالي، المعلف بنشال بتنظف، وفي ستوب اوتو ستوب هون، اوتوماتيك ستوب، بنحطها بننظف المعلف ونعود بنرجعها هيك، يعني ما بيطلع العصفور من المعلف، ما بيطلع ابدا. هلا في عندنا موديل ثاني من القفص هذا، اذا بدنا نحطه على الستاند بنحط هذا القفص. هذا قفص جميل كمان، شكله انيق معكوخ هيك، بدون سقف برضه. هذا قفص ثاني. هلا المشارب اللي بتيجي كلياتها بتيجي زي هيك 100 مل و 200 مل، كلها انتي بكتيريا، مصنوعه من ماده رضاعات الاطفال، شيء انيق وشكل لطيف. في عندنا كمان فتحت لكم انا زي ما وعدتكم القفص اللي هو القفص الضخم اللي هو شغل انتاج، وبنفع لطفرات حسون، بنفع لاجواز كناري مثلا مثل الجيبوسو، مثل بعض الاقفاص. هذا القفص زي ما احنا شايفين حجمه ضخم، في بالنص قاطع زي ما احنا شايفين، تقدر تحط فيه، تقدر تشتغل على القاطع هذا. القفص هذا ثمان معالف، ثمان معالف، اربعه من هذيك الجهه واربعه من هاي الجهه. طبعا الاكسسوارات بتيجي مع القفص، يعني المشرب ال 100 مل زي ما قلنا، هاي ال 200 مل، العش الداخلي زي ما احنا شايفين، العش الداخلي الايطالي، العش هذا بزبط معاه السلة الخشب هاي مع العش نفسه. المعالف كلياتها اصلية زي ما احنا شايفين، هاي معلف، معلف عادي بينفع للاكفود وللعادي، مسبح داخلي او اذا بدك تستخدمه معلف، كمان معلف شو اسمه بلاستيك شفاف، كله شفاف عشان تقدر تشوف مشارب، عشان تقدر تشوف شو جوا الاكل. مغاطس الميه اللي احنا زي ما احنا شايفين عندنا هذا الموديل اللي هو بيركب على القفص زي ما احنا شايفين، القفص هون راكب عليه مغطس الميه. طبعا زي ما وعدتكم هذا القفص، انا هذا القفص ركبت لكم عليه شاور هلا عشان تشوفوا كيف الشاور بوكس بيركب ثابت 100%. طبعا حطيت فيه كمان مسبح داخلي، هلا في جاني الموديل هذا موديل ايطالي، مسبح داخلي ممكن تحطه في اي قفص لاي طير، بغلبك في انه ما بفوت على المسبح الخارجي، ممكن تستخدم المسبح الداخلي. زي ما وعدتكم هذا القفص، هذا قفص ممتاز وراقي، بينفع لسنجل بيرد، عصفور لحاله، ممكن تحط فيه عصفورين. انا فتحت لكم القفص الكبير الضخم اللي هو هذا، هذا القفص يصلح للتزاوج زي ما احنا شايفين، اربع معالق. هذا القفص احط لكم اياه هون عشان تشوفوه، طبعا فيه قاطع وبيجي اربع معالق زي ما حكينا. هذا برضه كمان بينفع للانتاج، للطيور الفخمه، اللي بحب هذا المعلف يجي يتفرج عليه بالمحل ويشوف حجمه كيف ممتاز حجمه. طبعا كمان في عندنا بعض الاقفاص مثل هذا القفص، كمان هذا قفص بينفع على البراكيت وكذا، قاعده متحركه بعجال، بس انا مش مركب العجال، مركبها على هذيك القاعده. طبعا نفس الشيء، اربع معالف، معلفين من هون ومن هون. عندنا قفص الببغاء، بيصلح لاي نوع من انواع الببغاء زي ما احنا شايفين، قفص ايطالي مع زجاج عشان ما يكب العصفور الببغاء الوسخ على الارض. طبعا عندنا هذا الموديل كمان ورجيتكم اياه انا سابقا، هذا الموديل في منه ثلاث انواع، في منه هذا الحجم، هذا اصغر حجم، طبعا في اكبر وفي اكبر، بيجي لهون، بيجي هذا بدون قاطع، قفص كامل زي هيك بدون قاطع. هذا له جارور سحب، له جارور سحب، مش زي هذاك، هذاك القفص زي ما قلنا احنا بنفك القفص من تحت، بنفك القفص من تحت وبننظف القاعده وبتضل القاعده ماسكه ما فيها اي مشاكل. طبعا في عندنا كمان موديلات والوان ثانيه، هذا الموديل هذا لونه بني، هذاك اللي ورجيتكم اياه ازرق، في عندنا اللون الزهري برضه، هذا اللون الزهري كمان. المجاثم كلياتها زي ما احنا شايفين، هاي المجاثم متوفره عندنا بالمحل، مجاثم شجريه مريحه لقدم الطير، لو وقف عليها 24 ساعه ما بتغلب. والمجاثم الاخرى اللي احنا جايبينها برضه اللي هي الايطاليه، المجتم اللي فيه مبرد عشان يبرد اظافر الطير ونقاره. عندنا برضه هذا القفص كمان بعرض لكم اياه، هذا القفص يصلح للبراكيت،
ويصلح للكوكتيل بشكل عام. اي طيور من طير من طيور البراكيت له باب من هون زي ما احنا شايفين، وله كمان باب من هون، قفص فخم واسع. طبعا هاي بعض الاقفاص اللي انا فتحتها، في بعض الموديلات لسه ما فتحتها، بس تقريبا انا اعطيتكم فكره عن بعض الاقفاص الموجوده عندنا والاكسسوارات. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هاي البضاعه، واهلا وسهلا فيكم في متجر القلعه. عندنا برضو زي ما انتم شايفين هون الستاند تبع الببغاء هاد. زورونا في متجر القلعه، اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.